إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الله تعالى: واجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء. الحمد لله، اليوم تم افتتاح مشروع الحياة بير صدقة جارية من المرحوم الحاج مصطفى عبد الحفيظ وزوجته الحاجة فريدة حفيدة مصطفى كمال، وعن روح الحاجة حليمة محمد رحمهم الله، مقدم من الحاج كمال مصطفى أبو مؤيد، نوع البير الازدواجي بإشراف طراحم صنابل الخير، جزاهم الله خير الجزاء وأحسن الله لهم، وسقاهم الله من حوض الكوثر يوم القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البير في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم وعافهم وعاف عنهم.